دكتوري الحمد لله هون الصحراويين يتكلم كامل بالحتانية، وهون مولي المجتمع الموريتاني دولة تقريبا ما يفصلها قاع شيء مع الصحراويين عادات. المجتمع من خلال تربيته لابنائه يحاول على انه ما يفقد مجتمعه، ما يفقد هذا الجيل، ما يفقد تقاليده ولا يفقد عاداته، لانهم هذه العادات وهذا التقاليد وهذه اللغه هي تفصله عن جميع المجتمعات الاخرى. دائما يتمسك بالليل هو ولا ومولي حتى يحترم اللغه الثانيه والعادات والقيم. نحافظوا عليها، نحافظوا على تقاليدنا ونحافظوا على عاداتنا ونعتوها ونربوا عليها اولادنا. هذا هو اللي يحافظنا عليها، تربيه ابنائنا على لغتهم وعلى عاداتهم وباحترام العادات الاخرى والاواق الاخرى. والله احنا مجتمع، اي مجتمع عدنا فيه نقبض منه قبال الافاده، نستفاد منه، ما انا ضد اي لغه ولا انا ضد، لانها لغه كامله اللي تفتحنا على الناس على المجتمعات ونعود من خلالها نقرا ونعود نتعامل مع هذا المجتمع اللي احنا فيه. زين عندنا بقى، زين عندنا بقى بيا الياش بيا اللي عييتنا جبار صديقات من هذا من البصر. زين عندي تفاهم معاهم قباله بلوسكيره ويتفاهموا معايا عياو بالاسبانيه، انا مولي ماني خباريه في كاطيان يا قير. والله اللي زين عندي نتعلمها، لاني ما هو قاع جهله شيء، ما هو زين الجهل قاع ما هو زين.